معانا باشمهندس عبد الناصر عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة. هيكلمنا النهاردة عن خدمة أشجار الزيتون في هذه المرحلة. فعايزين نعرف يا باشمهندس إيه التكشف الزهري في الزيتون؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم. تكشف الزهر في الزيتون بيبدأ عندنا من شهر ديسمبر حتى شهر مارس. بمعنى أدق إن أنا عندي شهر مارس وإبريل بتخرج فيه النورات الزهرية. مارس بتخرج فيه نور زهرية للأصناف التخليلية زي الكلماطة، زي عندنا اللي هو أي صنف تخليلي، تمام؟ بيظهر عندي فيه أو الشبلالي السياني، معنى الشبلالي معضار برضو إيه صنف مزدوج زيت وتخليل، تمام؟ ففي شهر مارس بيظهر عندي التكشف الزهري في الأصناف التخليلية، تمام؟ وشهر أبريل بيظهر عندي التكشف الزهري للأصناف الصيفية اللي أنا بقى إيه باخد منها زيت زيتون، تمام كده؟ طيب طبعا عندي الاصناف التخليليه اللي بيظهر عندي في مارس بيعقد في شهر ابريل، واللي بيظهر في ابريل بيعقد عندي في مايو. ده التكشف الزهري، ان الزهره بتبقى طالعه من طالعه او خرجت من الاوراق، وهي عباره عن زهره مركبه، زهره الزيتون زهره مركبه، ابص عليها من اعلى، تمام؟ عباره عن ازهار مذكره، ومن اسفل بتبقى ازهار مؤنثه. طب قول لنا كده اللي هنا ده، ايوه ده اهو، بص اشرح لنا كده على ادي الزهره اهو، التكشف الزهري عندنا زهره اهو، ظهر من اباطي الاوراق طلع اهو، ادي التكشف الزهري عنده بدا يظهر عندي دي في الاصناف اللي هي الايه بيسموها مبكره النضج، اللي هي كلها اي صنف تخليلي بيبقى صنف هو الايه اللي بيظهر في شهر مارس. انا عندي بقى الاصناف الثانيه اللي هي الزيتيه، تمام، بتظهر عندي او بيحدث لها التكشف الزهري خلال شهر ابريل.